السلام عليكم ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم جميعا في المؤتمر الدولي الأول لكلية الطب وجراحة الفم والأسنان. أول ما نبدأ به يومنا هذا كلمة افتتاحية لرئيس الجامعة الدكتور محمد سعد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سعدتم صباحا سادة أعضاء مجلس الجامعة، سادة الضيوف الكرام، ساتذتنا المحترمين من الجامعات الليبية في بنغازي وطرابلس وباقي المدن، سادة الضيوف الكرام من جمهورية السودان الشقيق، نحن الطلاب، أيها الرفاق، نحن نرحب بكم في ضمن احتفائياتنا أو احتفالنا هذه الأيام بمرور 15 عاماً منذ تأسيس هذه الجامعة وأيضاً هذه الكلية، فإن هذا اللقاء هو الأجدر والأجدى بالاحتفاء بهذه المناسبة. كان احتفالنا أمس بتخريج الدفعة العاشرة، وهذا كان مصدر فخر لنا ونتاج عمل مضني وجهد كبير يشكر كل من ساهم فيه. أيها السادة، من مهام الجامعة الأساسية، وأمس قد ذكرنا بأن الجامعات هي في خط التماس ضد التخلف، ولكن من أهم وظائف الجامعة هي إنتاج المعرفة. نحن في عصر المعرفة ولا يجدر بنا أن نستمر مستهلكين للمعرفة، ولذلك كان منذ بداية هذه الجامعة التفكير بأن نحسن إدارة المعرفة، ولربما القدرة على التمكن من إدارة المعرفة بشكل جيد سيوصلنا إلى إنتاج المعرفة. نعم، نحن فخورون بأن هناك إنتاج رائع مقارنة بحجم هذه الكلية وهذه الجامعة، ولكن طموحنا أكبر من ذلك. نعم، هناك طلاب أنتجوا أوراق علمية نشرت في مجلات دولية محكمة في ظاهرة تعتبر سابقة، وهناك إنتاج علمي مميز، ولكن هذا ليس بطموحنا. كما أن هذه الكلية وهذه الجامعة لم تنشأ من العدم، هي نتاج عمل تراكمي كبير من سنوات طويلة وجهد كبير، بمعنى أن ما تم العمل عليه في هذه الجامعة هو رصيد كان موجود لدينا في جامعة بنغازي وفي جامعاتنا الليبية، وبالتالي يعني نحن نرى بأن تكامل هذه الجامعات وتكامل المعرفة هو أساس للنهوض. نحن كلنا في هذه المعركة، في خط التماس مع معركة التخلف. ربما النداء الآن هو في توحيد الجهود وفي ضم الإمكانات لكي فعلا نستطيع جميعنا بالنهوض بهذه المسؤولية. أنا لست مرتاحا لكون هذا المؤتمر هو الأول، لأنه في حقيقة الأمر لم يكن الأول، ولا أتمنى أن يستمر مسلسل الأول باستمرار. يعني نحن نريد أن يكون هناك عمل تراكمي، ونرى هذا الزخم، وربما على يعني بشكل سنوي أن يكون هناك هذا اللقاء، وأن يكون هناك فعلا في كل مرة إنتاج أفضل وأكبر يليق بطموحات هذا البلد وبالرقي بمستواه.
نحن فخورين بوجودكم معنا وشاكرين لكم هذه المساهمة، ولربما معا يعني نستطيع، نحن على عاتقنا هذه المسؤولية ولا بد أن نكون عند مستوى هذا التحدي. أحييكم مرة أخرى وأتمنى لكم التوفيق وجزيل الشكر لكل من ساهم في الإعداد والتجهيز ولكل من ساهم في الأوراق العلمية وفي المحاضرات وفي ورش العمل التي انتظمت خلال الأيام الماضية، وكذلك تحية تقدير وترحيب كبير بزملائنا الأساتذة من جمهورية السودان الشقيق وحضورهم معنا لمشاركتنا هذا المؤتمر وهذه الاحتفائية. مرة أخرى أرحب بكم جميعا وأشكر لكم حضوركم ومساهمتكم ومساندتكم، وأتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم الآن our chair panels for the first session: بروف محمد الكبير، بروف عادل التواتي، دكتور مرفت الزوكي، والطالبة رزان رقرق. والآن الكلمة لرئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة مرفت الزوكي. السلام عليكم جميعا سيد رئيس الجامعة، السادة عمداء ووكلاء الكليات، لجنة المؤتمر الرئيسية واللجان الفرعية، وأخص بالذكر لجنتي العلمية، الشركات الراعية، الضيوف الكرام، السادة الحضور، أهلا وسهلا بكم في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية. Thank you for joining us for the first LIMO International Dental Conference. This is the first conference in Libya that will be giving continuing professional development CPD points. These two conference days are comprised of four sessions. When you attend at least three out of the four sessions, you will be awarded 14 CPD points. This is through the efforts of the university presidency and council, with whose efforts we started the process of getting accreditation from the CPD Standards Office, part of the Professional Development Consortium from the UK. Please note that your attendance will be registered through the QR code system. And now to present the Dean of the Faculty of Dentistry, the President of the first LIMO International Dental Conference, Professor of the Oral Medicine and Diagnosis in LIMO, Vice President of the Academic Affairs in LIMO. Please welcome our keynote speaker, Professor Sunusi Al-Tahir. Thank you. لكن خليني قبل ما أبدأ في المحاضرة نبدو بقصة. أنا لما روحت خذيت الدراسة العليا وكملت وروحت في 94-95، وهذه تجربة أعتقد تجربة كل واحد فينا لي علاقة بالميديكال ولا بالدنتال اديوكيشن. احنا خذينا الجامعة مشينا درنا دراسات عليا روحنا وما فيش حد حكالنا على الاديوكيشن إطلاقا، وهذه أعتقد تجربتنا كلنا، لا في دراستنا الجامعية ولا في دراستنا العليا تكلمنا حد علمنا كيف نقروا، حد علمنا كيف نقيموا، حد علمنا كيف نطوروا الكوريكولم، بل أن حتى فهمنا للكوريكولم what is it what does it include ما كانتش واضحة في ذهننا. وهذه مش تجربتي أنا أعتقد أنها تجربة أي واحد فينا، على الأقل نتحدث عن الأخوة الليبيين زملائي. وهذا ديفكت كبير في تجهيز الناس لمهمة مقدسة زي التيتشينج. اعتمدنا على خبراتنا الذاتية، اعتمدنا على المزايا اللي في كل واحد فينا في الديليفرينج أو الليكتشرز وفي وبالمقابل لما جيت الكلية أنا لقيت الدكتور عبد الله دور ده العميد وفي رؤساء أقسام هنود، وكلفني بالقسم اللي نشتغل فيه في الأورال ميديسن والأورال سيرجري في ذاك الوقت، لقيت أوتلاينز، لقيت كونتنت،
ما لقيناش التفاصيل بتاع الكوريكولم زي ما تعلمنا بعدين. وهذه ليست خطأ الكلية ولا العميد ولا هذاك الوقت، هذا اللي كان سائد في كل الجامعات الليبية وفي مختلف التخصصات. ولهذا هذا أعتقد أن كإدوكيتورز، كناس من يشتغلوا في التعليم الطبي، هذا الموضوع، موضوع التعليم الطبي والكوريكولم ديفلوبمنت، هذه مفروض تكون كور كومبوننت في أي بوست جرادويت ستدي لأي واحد بيشتغل في الجامعة. Dental care for elderly and teeth are for life. This topic in dentistry started to get more attention recently, especially in countries in the West, that's to say North America, Europe, and Japan. Institutes, academic institutes started to get more attention to this topic. Health institutes in these areas of the world also started to consider looking at elderly as a special group. Some dental schools also started to include this topic as part of the curricula. So it is probably relevant, Dr. Sanosi, to look at this since you are now reviewing the curriculum. So obviously, this topic would not be possible to cover in 25 minutes, but my aim here is to go for an introduction that would generate discussion and would probably generate interest among the honorable participants. بداية أود أن أتقدم بالشكر للجامعة الدولية على رأسها السيد الأستاذ الدكتور محمد سعد. الشكر الجزيل طبعاً لأخونا وصديقنا الأستاذ الدكتور سنوسي الطاهر عميد الكلية على دعوته الكريمة ليكون متحدثاً بينكم في هذا اليوم. شكر موصول للجنة العلمية على رأسها الدكتورة ميرفت، زميلتنا العزيزة الدكتورة ميرفت الزوكي. طبعاً أنا كنت من أوائل الناس اللي اشتغلوا في الدولية، شرفني أني درست مادة جراحة الفم للدفعة الأولى والدفعة الثانية أنا والدكتور حامد العرفي، والآن طبعاً زادنا شرف أن بعض هؤلاء الكانديديت الآن أعضاء التدريس في هذه الجامعة. التايم شوية ليميت الدكتور 25 minutes والتوك is a long talk، so سامحونا forgive me for being a little bit fast، ماشي، على أساس بس نلتزم بالتايم. حنختوكم through journey in relation to the benign tumors of orofacial regions. It's a retrospective study for more than 400 cases. And the purpose of this study was to assess the relative frequency of the benign tumors of orofacial region Libyan population and to compare our results with other parts of the world. I'm going to talk about quality in healthcare, then patient safety and medical errors, continuous quality improvement, evidence-based medicine, clinical audits, and it's important, and the role of clinical audit in general dental practice and dental education per se. When we say quality in healthcare, we should remember that it should be an effective, safe, people-centered and patient-centered, as well as timely, equitable, integrated, and efficient. This is specifically the structure and the requirement should be applied when we're talking about the quality in healthcare. If you miss any part of this checked item, then you need to revisit your definition and your work about healthcare quality. Here is a definition from WHO. They just would like to put the balance between desired outcome and undesired outcome for the patient and for the population as well. And here we need to upgrade and raise our performance every now and then to come up in a link with the standards and patient requirement as well.
First of all, I would like to go through two clinical audit pioneers. So as early as 1750 before Christ, King Hammurabi initiated audit for clinicians by instructing them to measure their care against agreed standards. So standards is a key word here. Then more recently, the detailed statistical work conducted by Florence Nightingale, the lady with a lamp, during the Crimean War, improved sanitary conditions and resulted in decreasing and reducing the mortality rates from 40 to 2%. Malignant infantile osteopetrosis. أول مرة نسمع بالdefinition هذا لما جت الكيس هذه, which is a فعلاً sulfulfated case يعني. As an introduction, كتعريف ال WHO osteopetrosis or other name اللي هو marble bone disease, هو a destructive term that refers to group of rare heritable, وهي genetic actually, disorder of skeleton characterized by increased bone density on radiograph. Normal process in the remodeling مفروض عندنا osteoblasts يديرن في new bone or relining new bone, where the osteoclast cell removal في old bone. المشكلة في الاستيوبتروسيس في جين ديفكت, ولانتوا اكتشفوا أكثر من 10 جين الكودينج متاحن في ديفكت يخلي في الاستيوكلاست unfunctional, فيصير bone 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 deposition without resorption, فيسبب الموضوع هذا إن البون يزيد ياخذ في مكانات نجلة يدير لي في pressure on nerve, ياخذ في مكان البون marrow. الحاجة الأخرى يدير لي في ديفكت إنه يجد الكارتيلج اللي قاعد مفروض في الجوينت يتحول إلى بون. حضورنا الكرام, مرحبا بكم مجددا. أقدم لكم our chair panels for the second session, Prof. آمنة الجهاني, Prof. عبد الله دوردة, دكتور رفيق الكوافي والطالب محمد السنوسي. في البداية نوجه الشكر للجنة المنظمة المؤتمر والجامعة الدولية على الدعوة للمشاركة في المؤتمر الأول للجامعة الدولية. My presentation today will be about paradigm shift in dentistry, which happened over 140 years time. It's from the time of G.V. Black to nowadays. كلمة biomimetic بمعناها هو mimic models ولا system ولا element من nature in order to solve complex human problems. يعني بمعنى آخر هو technology inspired by nature. وفي كل field of science there are many examples of these biomimetic. Nowadays, all the treatment options in fixed prosthodontic have considerably changed from the traditional approach to the minimum invasive approach.
The minimum invasive approach mainly depend on the improvement of adhesion system and the CAD-CAM technology and the restorative material which have high translucency probability similar to the natural teeth. It's play an important role in mastication, opening the mandible, and also in the growth and magnification of the mandibular structure. The condyle vary in shape, and it's the special structure of the TMJ in our faces. What's the prevalence of the mental dental anomalies in primary teeth? What's the most and least prevalent anomaly type? What about the bare successors? All these questions to be answered during or by this study. اليوم حنتطرق لموضوع management of complicated crown fracture يعني permit teeth و sphinx palpotomy. دي هذه من cases trauma هي من cases emergency جي في الكلينيك والموضوع هذا من ضمن الحالات اللي كانت عندي موجودة فاقترحت ان النهاردة لان general practitioner لازم تجي حالات emergency how to manage the case بتكون بالevidence. زي ما نحن عارفين ان variable lesion هو عبارة عن sequela. كل محاضرتنا تتمحور عند هذه البوينت هو عبارة عن سيكولا من long term bacterial infection. long term bacterial infection حتخلي الانفلاماتوري بروسيس switch it on for a long time and that's why we will get the priapical lesion. حضورنا الكرام مرحبا بكم في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لكلية الأسنان. أقدم لكم our chair panels for the first session: بروف غزالة جالي، بروف رافع الجهاني، دكتور خباب علي، وطالبة يسرى سويدك. ولما توصلك حالة ستيج 4 يعني تقريبا هذا حالة محكوم عليه يعني بعد قضاء الله محكوم عليه بالموت، لأن الأورال كانسر هذا ما هواش جوك، it is a serious condition, serious disease. وللأسف الشديد الـ 5 year survival rate تتغير من 80% أو 90% في stage 1 إلى أقل من 25% 5 year survival rate في stage 4. فشوف الفرق يعني، وهذا الفرق يصير ما بين stage 1 و stage 4 in sometimes in couple of months، يعني ما هوش سنين، هذا يعني ممكن في 4 5 6 شهور المريض من stage 1 يصبح في stage 4. يعني تخيل أنت نقصت له نسبة الـ chance of survival حوالي 60%. طيب يعني حاسة أنت كلمة interprofessional بقت معروفة ومعلومة بالنسبة لكل الناس. كمقدمة أبتدي بكلام بروفيسور السنوسي مبارح أنه هو بيقول الميديكال education يعني ما تعلم ولا تدرس يعني بطريقة منظمة. نحن في الميديكال education يعني زي مثلا حاسة الواحد بيكون بيعرف يسوق السيارة وبيسوقها بطريقة جميلة لكن ما عنده رخصة وبيمشي في اي حاجه لكن ما عارف علامات المرور وما عارف الاتجاهات وياشر وين. احنا في الميديكال ادكيشن بس بندي الرخصه وبنوري الاشارات ونوري الحاجات دي، لكن احنا كلنا بنعرف ندرس وندرس زي ما درسونا، لكن بعد ما نعمل ميديكال ادكيشن حنشعر انه عندنا رخصه وندرس بصيغه وندرس بطريقه جميله. حيكون حديثي عن دنتال ادكيشن ان افريكا، واي هوب ان ذا اند اوف ذيس برزنتيشن we take the recommendation for this conference على أرض الواقع إن شاء الله. إحنا حنبدأ في الأول على موضوع إننا حنتكلم على نقاط. في أولا حنكون about Africa and next history of dental education and dental practice in the world and Africa. And about dental education in Africa,
The recommendations. طبعا بعد اون كونسلتيشن ومع التكنيشن لاب قررنا ان احنا نجيب جهاز بعد ما حسبت المسافات طبعا لازم نحسب السبيس اللي موجود على الاكس راي وايضا الكلينيكلي. المسافات كان على الاكس راي موجوده 3.7 وكانت كلينيكلي 5.2. فدمنا جهاز موديفايد باند اند اكتف لوب وذ كويل سبرينج. عليه ايش باش يكون؟ هذا عباره عن سبيس ريجينر للريد سبيس وبعدين حيكون هو ليترون سبيس مينتينر. According to Beck and Beck classification 1995, canine to first premolar is the most common. Comes after canine to lateral incisors, then canine to molar, lateral incisors to central, and canine to central incisors. It's more in unilateral. Oral squamous cell carcinoma, the most common carcinoma in the head and neck region, accounts about 90% of all malignancies in the oral cavity and ranks among the top 8 causes of cancer-related death globally. This carcinoma, characterized by aggressive growth pattern, high degree of local invasiveness, and cervical lymph node metastasis, which make it a life-threatening disease. في ليبيا من مطلع 2020 لأكتوبر 2022 WHO سجلت حوالي 500,000 confirmed cases. وعدد حالات الوفيات كانت حوالي 6,000 reported طبعا according to WHO. However, a total of 12 billion vaccines have been administered globally وحوالي 3 million vaccines have been administered في ليبيا برضو according to WHO. Today I will be talking about antibiotic resistance, stewardship and prescribing in dentistry. So today we will learn about how to appreciate the global impact of antibiotics and antibiotic resistance. We will recognize the role dentists play in antibiotic resistance and identify the methods to control the spread of antibiotic resistance. نقدم لكم our chair panels for the second session. Prof. ابتسام عريفي, Dr. رحيم العوامي, Prof. عبد الرؤوف العتيبي وطالبة هديل العوامي. So we will talk about leiomorphic adenoma. We classify leiomorphic adenoma simply benign and malignant. وإبيثيليوم ولا conductive tissue. في البناين طبعاً 80% of salivary gland tumors is benign. لما يكون benign salivary gland tumors ونحن هنا نحكي على leiomorphic adenoma. يا اما يكون من الابيثيليوم يا اما يكون من كونكتيف تيشو لان فيها برضه كونكتيف تيشو. So it is important to analyze all the clinical, radiographic and histopathological features before definite diagnosis is made. In specific, salivary gland tumors are one of the most difficult area in diagnostic pathology because of their morphological diversity and for overlapping features between them. In general, microscopical diagnosis of a tumor is based on number one, cell population or cellular butter. يعني حنشوف أنا cells أو نشوف tumors هل هو odontogenic, non-odontogenic, salivary, fibrooseous, fibrohistocytic, lymphoid, and so on. إن نحن هدفنا كأطباء أسنان جميعاً إن نحن نعطي للمريض static and function. ومش هنقدر نعطوا الحاجة هذه إلا لو خذينا بعين الاعتبار عدة فاكتور. The clinical dilemma. In the clinical dilemma, نحن نواجه في مشكلة كأطباء سواء GP أو specialist في saving of the tooth. بحيث أن نحن أمتى نأخذ القرار أننا نقدر نحافظ على السن هذه أو إن أنا نخلعها ونحط إمبلانت. الدنتست معرضين واجد لأنواع واجد من ستريس, إن هي mental related stress, mental related mental, physical, psychological and financial complications. الwork stressors واللايف stressors هذين عندهن adverse consequences على الدنتست. First, from the beginning of time, dentistry has a bad reputation. Patients felt that they are painful and fearful. Sometimes they feel uncomfortable. This may be because of the psychosocial and behavioral aspect that affect their quality of life.
The psychological factors, such as anxiety, is an important factor to look at dentistry. These negative emotions may affect the patients during their treatment. Starting off with an overview about dental anxiety or dental phobia, it is defined as the patient's response to stress that is specific to dental situations. Despite technological advances in modern dentistry, dental anxiety has been ranked the fifth most common fears in the general population. Also, the prevalence of dental anxiety has been the subject of several surveys for many decades, as it varies from 5 to 21% of the general population, depending on the methods of measurements used. Like what we see here, the highest percent or the highest score was for the patient only visit the dentist when they feel pain. But the highest mean was for the patient only visit the dentist when they feel, only avoid the dentist, visiting the dentist and only taking medication. The p-value less than 0.05, which means statistically significant. أنا باسم مجلس كلية طب الأسنان ومجلس الجامعة أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الزملاء اللي ساهموا في هذا المؤتمر. مش جاي في إنجاح هذا المؤتمر، مسألة النجاح تقيموها أنتم مش أنا، سواء الناس اللي كانوا keynote speakers ولا speakers، ومن الداخل بنغازي من طرابلس، وأيضا زملائنا من السودان الشقيق، وأيضا الزملاء الليبيين المتواجدين في الخارج في لندن في كندا وفي أمريكا، وكل الأخوة اللي شاركوا معنا. وأعتقد أن أنا متريح لأن الروح اللي سادت هذا المحفل روح أخوية. إحنا هنا التقينا من جامعات مختلفة، من باكجراوند مختلفة، ومن كليات مختلفة، ولكننا كنا نتكلم ساينس، وكان تكلمنا في سياسة رانا تعاركنا، لكن إحنا كنا نتكلم ساينس، والساينس لا يختلف عليه الناس. وهذه هي الروح اللي ينبغي أن تسود. إحنا بغض النظر عن وين مواقعنا الآن، لكن كلنا نسعى إلى تطوير هذا البلد، ونسعى إلى تطوير إمكانياته البشرية والعلمية، نسعى إلى تطوير البحث العلمي فيه. وكيف ما قال السيد الدكتور رئيس الجامعة، نسعى إلى إنتاج المعرفة. تحية خاصة للزملاء من جامعة بنغازي، كلية طب الأسنان جامعة بنغازي، هي الكلية الأم، هي الكلية اللي تعلمنا فيها أجيال عديدة، وهي اللي كان حقيقة لها الفضل علينا كلنا. ويقولوا العين ما تتعرلاش على الحاجة. أتمنى أن نكونوا أرقى، لأن نحن ما فيش فرق بين الدولية وجامعة بنغازي وإلا أي، كلنا الهدف واحد. مرات تختلف زوايا الرؤية، لكننا هدفنا واحد. وأنا سعيد جدا بمشاركة الزملاء من كلية طب الأسنان في بنغازي. طبعا الشكر موصول أيضا، لإضافة للناس السبيكرز، شكر موصول للناس اللي شاركتنا بالوركشوبس، دكتور رضوان والدكتور رضا والمجموعة كلها، واللي استمرت على مدى الأربعاء والخميس الماضيين. والفيدباك اللي جاء كويس، الناس تريحانها، استفادت، تعلمت. ونعتذر لهم إذا حصل أي تقصير
في 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 توفير اللوجستكس اللي كانت مطلوبه في الجامعه، لان كانت جت في وقت الدراسه وفي بدايه عام دراسي والكليات كلها مشغوله والقاعات مشغوله. لكن مع ذلك اتمنى ان الامور مشت بشكل كويس. ايضا الشكر للجماعه اللي شاركوا ببوسترز، عددها ما كانش كبير، كنا نتوقع اكثر، ولكن اللي شارك بارك الله فيه. وتم تقييم هذه البوسترز، ومن لجنة تشكلت لهذا الغرض، واللي فاز بأحسن بوستر هي فاطمة الدرناوي، هي اللي عندها بوستر كأفضل بوستر. فاطمة من الخريجين متاعين الدفعة العاشرة، وهي فعلا من الطلبة الممتازين عندنا في الجامعة. أفضل برزنتيشن فازت به الدكتورة فرحة العمامي، ولكن أنا على الصعيد الشخصي نقولكم أنا عجبني كل البرزنتيشنز، خاصة من الجينيور ستاف، ولو حطيتوني في اللجنة كنت أقول لكم كلهم أول مكرر. أعتقد أن البرزنتيشن بتاع سارة كانت ممتازة، البرزنتيشن بتاع أينور أمس كانت ممتازة. فعلا أنا مش نجامل، فعلا أنا لو أنا اللي اخترت حنقول لكم هذا مكرر مكرر مكرر. طبعا أنا سعيد، يعني ما أعتقدش أنكم يا جماعة اللي كنتوا في اللجنة، وإحنا قصدنا أن اللجنة تكون فيها أكثر، مش من الدولية، ما أعتقدش أنهم داروا واسطة لجماعة الدولية، إن شاء الله لا يعني، لكن هم فيهم وحدين رغم اللي قيموا ما هم مش من الدولية على أي حال، وأنا كنت أتمنى أن يفوز حد آخر مش من الدولية، لكن كلهم أعتقد أن كلهم فازوا. برزنتيشن بتاعت دكتورة مبروكة، والبرزنتيشن بتاع الدكتورة مريم، والدكتورة مش رحاب، هي محارب، دكتورة محارب، كلهن حقيقة كانن ممتازات. الشكر موصول للشركات الداعمة لهذا المؤتمر، والشركات اللي ساهمت في إنجاح المعرض كلها، وسيتم تكريمها لاحقا. شكرا ايضا للبانلز اللي دارت الجلسات، واعتقد انها اندارت بشكل جيد، وكان بالهم واسع واستمعوا للناس رغم ضيق الوقت، لكن اعتقد انهم داروها بشكل جيد. طبعا الشكر موصول ايضا للجنة العلمية، اللجنة العلمية برئاسة الدكتورة مرفت الزوكي. ومرفت طبعا فري ماتيكولس، ومش سهل تشتغل معها باهي. أعتقد أن إحنا كانت مهمتهم مش سهلة، لأن الليبيين إحنا تعودنا أن لما نطلب مشاركات أولا الناس تتقدم متأخر، ثانيا اللي يطلبوا منا ابستراكت يتاخر في انه يبعثه، يعني وكل شغلهم يبي يدروه قبل يومين من المؤتمر، وهذه تلقي عبء كبير على اللجنه العلميه ديما في اي مؤتمر. اضافه الى ان كان في يعني يبدا في صعوبه ديما في شنو نختار وشنو ما نختار، لكن اعتقد ان اختياراتهم من وجهة نظري كانت جيدة، لأن مثلت لنا تخصصات مختلفة، مثلت لنا دومينز مختلفة، وكل واحد ممكن حصل في المؤتمر ما يفيده. كان فيه بعض الكلام عن الميديكال والدنتال إديوكيشن، وإحنا على فكرة الجامعة الدولية منظمين مؤتمر في نوفمبر القادم خاص بالميديكال إديوكيشن باهي. اعتقد ان الكلوزنج ديت بتاع المشاركات يمكن تسكر، لكن احنا انتم مدعوين كلكم، واحنا كيف ما قلنا راه هذا الموضوع ما عادش ولا موضوع اختيار، كلنا نعرف نديره اندو، كلنا نعرف نديره
نديروا اورال سيرجري وكلنا نعرف نديروا كراون كاساتذه تدربنا عليها، لكن راهو ماناش متدربين على الاديوكيشن بمفهوم الحديث، لا في كوريكولم ديزاين، لا في ايفالويشن، لا في اسسمنت، لا نعرفوا كيف يعني مش الان ما نتكلمش، اكيد في وحدين يعرفوا، لكن نقولوا كيف ما قال لكم الدكتور منتصر الصبح ان هذا كلنا نسوقوا في الدراجه لكن ما نعرفوش القواعد نتاعها. راهي الموضوع معاش ولا يعني موضوع نتاع هكي يندار بشكل عشوائي. تو كل شيء في علم، تبي تحط السي كويشن لازم تعرف شن ما تبي تحط اوبجكتيفز في محاضرتك، تبي تعطي محاضرتك الطريقه اللي بتعطيها بها الانتر اكتف ليكتشر لازم تعرف كيف. تو كلها ممكن تتعلمها. فانا ادعوكم بالذات اعضاء التدريس الى حضور هذا المؤتمر، ومن خلاله اكيد واجدين حيغيروا وجهه نظرهم في الطريقه اللي تعلموا بها وفي الطريقه اللي بيعلموا بها، خاصه بشكل خاص الجيل الجديد في كليه الجامعه الدوليه ولا في جامعه بنغازي ولا في اي جامعه اخرى. طبعا الحاجة الأخرى، احنا في حفل التخرج درنا تكريم للناس اللي ساهموا معانا في تأسيس الكلية طب الأسنان في السنة الأولى وفي السنة الثانية، بقيتهم حنكرموهم اليوم، وأنا سعيد جدا بعودة الدكتور حامد العرفي والدكتورة غزالة الجالي إلى الوطن من جديد. وطبعا هم سابوا الوطن في ظروف مش مريحة ويمكن ظلموا، لكن مش مشكلة، هم أكبر من هيك، وإحنا سعداء أنهم بدأوا معنا في الجامعة الدولية، وأعتقد أن هذا مكسب للجامعة فعلا ومكسب لأي، وإحنا كجامعة دولية منفتحين وديما اللي عندنا ممكن نتقاسموه مع أي واحد، ما عندنا مشكلة أي واحد يكون معنا فول تايم لما يكون عنده وقت ورغبة وحد بيستعين به، إحنا ما عندناش مشكلة، لأن هذين كلهم ليبيين، كلهم عيالنا، كلهم نبوه يكون مستواهم كويس، وما عندناش حساسية أن هذا من هذا يعني كلهم. فأنا فعلا سعيد بعودة الدكتور حامد والدكتورة غزالة، ومكسب ويعودوا من جديد إلى تعليم الليبيين، أكيد هم لن عادوا، هم أكثر خبرة وأكثر قدرة، كبروا شوية لكن ما زالوا قادرين على العطاء بعون الله. سنتم تكريمهم بدرع المجموعة، حننادي عليهم الدكتور حامد. دكتورة غزالة خليفة جالي. طبعا الدكتورة أمنة جهاني أيضا كانت معنا حقيقة في السنة الأولى وقامت بدور ممتاز في تأسيس الجيل الأول، هذا الدفعات الأولى من الكلية كانوا اعتمدوا عليها كثير، وهي أنا شكرتها بكري، مش بس هي نكرمها صحيح كأستاذة ساهمت معنا، لكنها أيضا وأنا قلت لكم في الصبح على مدى 30 سنة قد تتجاوز ذلك، كانت هي اللي مسؤولة عن الأورال باثولوجي في ليبيا وفي بنغازي بالتحديد، تشخيصاتها هي اللي اعتمدوا عليها الأطباء في تقديمهم الخدمة للجسم. الدكتورة إيمان بوبعقيس
ايضا شاركت معنا في التدريس وبعدين لظروفها الخاصه طبعا قاعده برا، ولما طلبنا منها انها تشارك في المؤتمر لما حكيت معها ابدت كل سعادتها وشاركت بمحاضره اونلاين. نتمنى ان الظروف تتحسن ونشوف الدكتوره ايمان من جديد في 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 ليبيا. اسمحوا لي في الختام ان اشكر الشباب متاعين اللجان المختلفه، اللجان التحضيريه المختلفه، واللي اغلبهم الحقيقه من الطلاب. وانا لهم هم مش مجهولين، معلومين. لانهم فعلا انا فعلا فخور بطلابي، مش على مستوى الانجاز. احنا مرات نديروا اندر استيميشن لقدرات الطلاب. انا تعلمت ان الطلاب ينجزوا في الشغل حتى على مستوى عالي اكثر من الاكبر منهم. بس قول لهم انت شن تبي، بس ليش؟ لانهم الان عندهم قدره على التواصل والتكنولوجي والحاجات هذه احسن من احنا، احسن من الجيل بتاعنا، عرفت؟ ويعرفوا كيف يتعاونوا مع بعضهم. فانا سعيد بهم كلهم، هالبنات هذين اللي تشوفوا فيهم سعيد بهم. المشكله في طب الاسنان وانا من قبل، ان بعد ما نتعارفوا وبعد ما نبنوا علاقه حلوه وبعدين يولوا زي بناتك فجاه فعلا انا كل ما تخرج دفعه احس اني فقدتهم. ختاما وليست مجامله، ما اعتقدش ان في رئيس جامعه يقعد مصبي معانا امس لغايه الساعه 3 من الصبح، واليوم رغم مشاغل العديدة، محمد سعد عنده مشاغل عديدة في أنشطة مختلفة، بعضها تتعلق بالجامعة وبعضها تتعلق بالمجتمع. رجل مهموم بالوطن، ومع ذلك حرصت على أن يحضر كل جلسات المؤتمر. أنا اليوم بلكي أنتم بلكي ما شفتوش تسحبوه، هو قاعد في الخلف اليوم، قاعد في الخلف. أعتقدش أن في رؤساء جامعة كثيرين ممكن يعطوا هذا الوقت وهذا الاهتمام وهذا الأهمية، وهو كان داعم لكلية طب الأسنان على مدى مسيرتها. عمرنا ما طلبنا منه حاجة لكلية طب الأسنان وقصر فيها. أعتقد أن، وأنا نقول لكم، محمد سعد أصغر مني، بيناتنا 5 ولا 6 سنوات، لكنني استفدت منه كثير في القيادة، في الإدارة، في الفيجن، في الرؤية. محمد سعد هذا، معليش يا محمد سامحني، محمد سعد يقدر يقود دولة مش ليبيا. لكن للأسف الليبيين مش عارفين من يختاروا. عمركم سمعتوا حط راح محمد سعد وزيره للتعليم ولا للصحة ولا؟ لأن للأسف بلدنا اختيارها في الناس يعتمد على معايير مش اللي متخذ العالم، لأن يبحث عن معايير ليست المعايير العلمية، معايير الكفاءة، معايير التميز، معايير القيادة، معايير تحمل المسؤولية، معايير الناس اللي عندها فيجن. احنا في هذه الجامعة وفي كلية طب الأسنان، ولهذا احنا لما اعطينا وسام الرياده ولمس في التخرج كنا نقصدها، وسام الرياده، القياده عفوا، الرياده كان لشيخ اطباء الاسنان عبد الله دور، وسام القياده المميزه للدكتور محمد سعد، وقاصديننا وراه مش يعني اعتقد انه يستحق هذا. طبعا مره اخرى اشكر صديقنا الدكتور عبد الله دوردة لحضوره لبنغازي لهذا الغرض.
و عبد الله دورد انا حكيت لكم عليه في شو اسمه، لما مشيت توا لايطاليا نسيت دواء السكر متاعي، ما شلتهاش معايا باهي، وبعدين قعدت يومين بلا دواء، قعدت بس ننقص في الاكل ونمشي وخلاص، ما عنديش دواء. مشيت للصيدليات اللي بكره تحكوا عليها، سالمه كانت تحكي، مشيت للصيدليات قالوا لي لا لازم تعدي تدير طبيب وتدير باش نعطوك الدواء. بعدين جاء عبد الله كلمني بالتليفون، شنو الاخبار؟ قلت له والله كويس لكن قاعد بلا دواء. قال لي شنو الدواء اللي تاخذ فيه؟ قلت له ناخذ في ميتفورمين مش عارف شنو 50 100. وانا كنت ماشي لميلانو في القطار، وصلت ميلانو لقيت واحد يرجى فيا في الفندق، كلمته في الطريق، لما شفت السعر بناء لقيته سعر 1000 جنيه ولا 1000 وشويه. قلت له عبد الله لا مش مشكله غير خليه. تعرفوا شنو قال لي؟ قال لي مش خساره فيك. وصلت ميلانو لقيت الدواء يرجى فيا في الفندق. هذا على المستوى الانساني. عبد الله دورده لا يعوض على المستوى الانساني. وكلكم اللي ما كان طالب عنده كان زميل معاه، حازم صادق، لكنه انسان. انا احييه اليوم وغدا، وشرفنا بحضوره لهذا المؤتمر. أشكركم جميعا، واعذروني أنا بطبيعتي عاطفي، الله غالب، لا أدعيها، لكن هذا اللي هناك. شكرا.